السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. أما بعد، اليوم حنتكلم في شابتر جديد اللي هو عبارة عن امتداد للجرام بوزيتيف بكتيريا. اتكلمنا عن الجرام بوزيتيف كوكاي، وتكلمنا عن أنواعها وأهم أنواعها ستريبتوكوكاي والستافيلوكوكاي. اليوم حنتكلم عن اللي هو نوع جديد اللي هو الجرام بوزيتيف باسيلاي. الجرام بوزيتيف باسيلاي هي عبارة عن جرام بوزيتيف ولكن على شكل عصوي. الجرام بوزيتيف باسيلاي طبعا صنفوها إلى نوعين رئيسيين بناء على اللي هو التنفس وطبيعة التنفس، إما هوائي أو لا هوائي. طبعا الهوائي تم تصنيفه بناء على تكوين السبورز، إما سبور فورمينج، ومن أهمها جينياس تسمى الباسيلس، والنون سبور فورمينج، ومن أهمها الكورينوباكتيريوم والكورينوباكتيريوم والليستيريا. الان ايروبيك بكتيريا تم تصنيفها بناء على تشكيل سبور فورمينج، ومن أهمها الكلوستريديوم. اذا الان ايروبيك ما فيش عندنا لو نون سبور فورمينج، عبارة فقط لو سبور فورمينج بكتيريا، وطبعا اللي هي جينيس الموجوده فيها اللي هي الكلوستريديوم. هنتكلم اليوم عن الايروبيك سبور فورمينج باسيلس سبيشيز، وطبعا في عندنا نوعين من الباسيلس سبيشيز، اما باثوجينيك او نون باثوجينيك. والباثوجينيك صنفوها لنوعين رئيسيات اللي هو الباسيلس انتراسيز والباسيلس سيرس او تو سبيشيز، واللي هي عباره عن باثوجينيك. النون باثوجينيك اللي هي مثال عليها الباسيلس بسموه سابتلس، وكذلك بسموها انثراسايتس. ايش الصفات العامه للباسيلس سبيشيز؟ الباسيلس طبعا حكينا انها عصويه، فيري لارج جرام بوزيتيف باسيلاي، وتقريبا 1 to 1.2 مايكرومتر ان ويث، في اللي هو 3 to 5 مايكرومتر ان لينث، يعني طولها يصل إلى 5 ميكرومتر وعرضها يصل إلى 1.2 ميكرومتر. طبعاً بتكون موجودة على شكل تشينز، والباسيلس بشكل عام هي عبارة عن موتايل بكتيريا ما عدا الباسيلس أنتراسيز، وتستطيع أن تعمل سبور outside the host، وبتكون كابسوليتد inside the host، يعني عندها قدرة أنها تتحوصل خارج المعيل، وعندها قدرة أنها تكون كبسول داخل المعيل. نون فاستيدس يعني بمعنى آخر مش محتاجة لبيئة خاصة للنمو، وتعتبر فاكولتيتيف أن إيروب، يعني تنمو بشكل هوائي ولكن ممكن تنمو بشكل لا هوائي. الباسيلس بشكل عام عندها قدرة على اللي هو استهلاك السكر وتحطيمه عن طريق عمليات الاكسيديشن والفيرمنتيشن، يعني بمعنى اخر الباسيلس اوكسيديتيف وفيرمنتيف بوزيتيف. الباسيلس طبعا كونها جرام بوزيتيف بكتيريا فهي كاتاليز بوزيتيف، بتكون موجوده في اللي هو التربه بشكل عام. النورمال هابت وين أماكن تواجدها بشكل طبيعي؟ حكينا موجودة في النيتشر، ومعظمها موجودة في السويل والدست والووتر، وإن فيجيتيشن they are able to form resistant spore. لو كانت طبعا في حالة نمو وتحوصل ممكن تعمل لنا اللي هو spores فيصل. الباسيلس انتراسيز حكينا تعتبر من الميجر باثوجين ما في الباسيلس، وطبعا بتسبب مرض يسمى الجمرة الخبيثة الانتراسيز، ومن اهم اللي هم المعيلين لها اللي هي الكتل والشيب والجوت والبيجز، اللي هي الخنزير والاغنام، واللي هي الكتلز اللي هي الابقار. الباسيلاي طبعا بصير عامل سكريشن في الفيسز من الحيوانات هاي وفي اليورين، وكذلك في السلايفا اللي هي اللعاب من هاي الانيمالز. إذا عندنا مصدر العدوى اللي هي الفيسز واليورين والسلايفا of infected animal. الباسيلس طبعا انتراسيز لها مصادر عدوى مختلفة، منها اللي هو ما يصيب عن طريق الجهاز الهضمي، وما يصيب عن طريق اللمس
وطبعاً ومنتجات الحيوانات بشكل عام. الباسيلا السيرس طبعاً من البكتيريا اللي طبعاً تصنف من ضمن الباسيلس سبيشيز واللي تعتبر باثوجينيك. والباسيلا السيرس ممكن نجدها في السويل وفي الفيجيتيشن اند فيريتي فود انديوسينج سيريالز، يعني في عندنا ممكن نلاقيها في التربه وتتبرعم وفي الغذاء في الاوساط الغذائيه، وخاصه السيريالز اللي هي المشتقات المرتبطه بالقمح والسبايسز اللي هي التوابل والميت. ايش في عندنا؟ diseases can be caused by bacillus anthracis. حكينا من اهم الامراض اللي بسببها البسيلس anthracis، مرض يسمى اللي هو الجمره الخبيثه واللي احنا بنسميه الانتراكس. الانتراكس طبعا الانتراكس بطبيعه الحال عباره عن مرض يصيب اللي هو بشكل عام الحيوانات وينتقل الى الانسان. الانتراكس عباره عن acute infectious disease in man animal caused by the spore forming bacillus anthracis. الانتراكس يعتبر مرض يسمى genetic disease يصيب الحيوانات، والانتراكس is occupational disease يعني ممكن يستقر ويصيب اللي هو ويكون على شكل وباء. الدايركت person to person spread of anthrax احتكاك من شخص لشخص يعتبر is extremely unlikely to occur، يعني بمعنى آخر احتكاك من شخص لشخص لا ينقل اللي هي الأنتراكس، ولكن بشكل خاص الاحتكاك بالحيوانات مع بعض مع اللي هو الإنسان. إذا عندنا اللي هو cycle of anthrax اللي هو طبعا ينقل عن طريق infected animal وممكن ينتقل عن طريق الحشرات إلى الإنسان ويصيب الجلد، وممكن ينتقل إلى الإنسان عن طريق الانهيليشن اللي هو استنشاق اللي هو السبورز، أو ممكن عن طريق الانجستشن الهضم اللي هو عبارة عن غذاء ملوث بالسبورز لحوم أو مشتقات الألبان أو اللي هي المصادر الحيوانية الغذائية. كل هذه طبعا تعتبر مصدر مصادر العدوى، وكذلك الكوتينيوس اللي هو الاحتكاك الجلدي ما بين اللي هو الانتراكس سبورز. الفيجيتيف فورمز اللي هي الانيمال اللي هي بشكل اساسي، والديكومبوزيشن اللي هو مشتقات الانيمالز اللي هو خاصه اللي هي البراز وما الى ذلك. في عده انواع من الانتراكس، في عندنا الكوتينيوس وطبعا وفي عندنا وفي عندنا البلمونري بسموه بنيومونيا انتراكس، وفي عندنا الانتستينال انتراكس. الكوتينيوس طبعا بصيب الجلد ويسمى مالجنانت فاستولا، يعني بيحدث اللي هي اصابات جلديه، وطبعا هاي بتصيب الانسان لما يتعرض الى سبورز من السويل او الكونتامينيتد انيمال، وطبعا او اللي هي كاركيس اللي هي انفكت انجري سكن، او ممكن ينتقل من خلال اللي هو الجروح الجلديه او الميوكس ممبرينز اللي هي عاده بتكون عن طريق الوجه والنيك والارم. طبعا هذه كلها بتصيب مناطق الجلديه عشان يسموها كوتينيوس انتراكس. نيوميك انتراكس نيومونيا او بلمونري انتراكس يسمى وول سورت سارس ديزيز، وطبعا ينتج عن اللي هي عمليه الانهيليشن اوف سبور كونتيننج داست. لو في عندنا اي حويصلات متتناقل عن طريق الريح او الحيوانات او شعر الحيوانات كلها ممكن تنتقل الى الانسان عن طريق الانهيليشن اللي هي الاستنشاق، وبتسبب له بلمونري انتراكس. الانتستينال انتراكس It is analogous to cutaneous anthrax، شبيه بالcutaneous anthrax، ولكن يحدث نتيجة انتقال السبور إلى الجهاز الهضمي وخاصة intestinal mucosa. ويعتبر intestinal anthrax is rare and occur accidentally among poachers، يعني لا يحدث بشكل كبير ولكن ينتقل بشكل أساسي إلى اللي هم الجزارين poachers اللي هو اللحامين،
وكذلك الـ primitive species eating meal of infected animals. وكمان ممكن ينتقل إلى اللي هي الـ primitive بسموه societies اللي هي eating meat of infected animals. الناس اللي هم طبعاً بيحتكوا بشكل مباشر بالحيوانات ويأكلوا منتجاتها ممكن يصابوا بالانتستينال أنتراكس. لاحظين عندنا اللي هو الكيوتينيوس أنتراك والتقرحات اللي بتظهر في الوجه والجلد. طيب ايش مشكلة اللي هي الأنتراكس أو اللي هو الباسيلس أنتراسيس؟ ايش اللي بيخليها ممرضة؟ وبمعنى آخر what are the virulence factors of باسيلس أنتراسيس؟ فينا من أهم اللي هي علامات اللي هي المرضية وجود الكبسول، وطبعا الكبسول موجودة على شكل بولي دي جلوتامل عبارة عن سكريات معقدة، وطبعا وجودها مديد انفيتيف ستيج اوف ذا انفكشن. يعني هو يعتبر الوسيط، وجود الكبسول يتوسط عملية الإصابة باللي هو بالباسيلس أنتراسيس أو يعتبر وسيلة من وسائل الإصابة. وحكينا الكبسول لها دور مهم جدا، اما في اللي هو عمليه الالتصاق الاديرنس على الاماكن، وطبعا والتغلغل او اعطاء اللي هو البكتيريا فرصه لانتاج التوكسينز. الكبسول حكينا انها بتعمل اللي هو هايدنج فروم ماكروفاجز، فبالتالي لا تستطيع الخلايا المبالغه انها تقتلها بسهوله. فينا الأنتراكس توكسين يعتبر من الفيرولنس فاكتورز، وطبعا له دور مدييز ذا توكسوجينيك ستيج او هو يعتبر الوسيط ما بين حالة اللا إصابة والإصابة السامة. التوكسين طبعا يتكون من 3 ديستينكت أنتيجينيك كومبوننتس، تكون من 3 مركبات اللي هي أنتيجينية واللي هي تعتبر ثيرموبايل بروتين، يعني عبارة عن بروتين حساس للحرارة. ولكن هذا الانتيجينيك كومبوننتس له للتوكسين تتكون من 3 لتركيبات: الإيديما فاكتور والنسيسري فور إيديما برودكشن، وبروتكتيف انتيجين انديوسز بروتكتيف انتي توكسيك انتي بوديز ان جينيا بيجز. وجدوا انه اللي هو الانتيجين يعتبر بروتكتيف لا اللي هو الباسيلس أنتراسيس من الأنتيبوديز اللي ممكن تنتج ضدها، وهذا وجدوها من خلال تجارب في اللي هو الحيوانات جينيا بيجز الخنازير. وفي عندنا الليثال فاكتور اللي هو العامل الثالث اللي موجود في التوكسين، وطبعا له ليثال افكت اوف أنتراكس توكسين، يعني هو له التأثير الخطير والمدمر لا اللي هو التوكسين المنتج من اللي هو الأنتراكس. إذا أنا الأنتراكس توكسين يتكون من 3 أنتيجين كومبوننتس: إيديما فاكتور، بروتكتيف أنتيجين، وليثال فاكتور. بنيجي لنوع ثاني من الباسيلس سبيشيز اللي هي الباسيلس سيروس، وحكينا اللي هي الباسيلس سيروس تعتبر نورمال انهابيشن اوف سويل، تعيش بشكل طبيعي في التربة، وممكن انها اذا وصلت الى غذاء الانسان تسبب فود بويزنينج. وطبعا وجدوها في اللي هي الجرينز والسبايسز بتعيش. الباسيلس سيروس تكون نوعين من الفود بويزنينج: ايميتيك فورم اور شورت انكيبيشن. وطبعا ايميتيك فورم عباره عن شكل من اشكال الباسيلس سيروس اللي طبعا بتعيش لفترة معينة، ولكن incubation period تبعتها قصيرة، يعني بسرعة بتكون ممرضة، وطبعا بتسبب اللي هي emetic أو نوع من التهيج اللي هي النوزيا والvomiting والأبدومن بسموها cramps، مغص في البطن، وطبعا غثيان وتقيؤ، وفترة الانكيبيشن تبعتها قصيرة من 1 to 6 hours. وطبعا هي شبيهة بالستافيلوكوكس أوريوس من ناحية تسبيبها للفود بويزنينج. إذا عندنا الباسيلس سيروس تسبب لنوعين من الفود بويزنينج، فينا الإيميتينج فورم أو بسموه شورت انكيبيشن فورم. وطبعا حكينا أنه ممكن تعمل كذلك
there يا form or long incubation. النوع الثاني ممكن تسبب لي اسهال وانكيبيشن تبعها بيكون طويل من 8 ل 16 ساعة، واللي بسببها اللي هي heat lipid enterotoxin، يعني نفس الباسيلا السيرس بتنتج لي سموم، وهذه السموم تعتبر heat lipid يعني حساس للحرارة، وهذه السموم عبارة عن enterotoxins. بتعمل لي abdominal cramps، مغص في البطن، دياريا، والانكيبيشن تبعتها أطول من 8 ل 6 ساعات، يعني ممكن انها تسبب او تنشط بعد هذه المدة وتكون ممرضة. الدياريا may be a small volume of profuse and watery، يعني الدياريا ممكن تكون كميات قليلة او ممكن تكون كميات كبيرة وعلى شكل مائي. It resembles food poisoning، هي تشبه اللي هي البكتيريا اللي هي الكلوستريديم بيرفرينجز اللي بتسبب أيضا الفود بويزنينج. وطبعا نوعين هذول الشورت انكيبيشن بيريود واللونج انكيبيشن بيريود، الالنس تبعتها عادة يعني لا يستمر لفترات طويلة بعد حصول المشكلة، وعادة بيكون أقل من 24 hours. طيب كيف بدي أميز بالباسيلس أنتراكس أو أنتراسز والباسيلس سيرس؟ الباسيلس أنتراسز طبعا لو زرعتها على البلد أجار بتعمل هوموليسيس، بينما الباسيلس سيرس بتعمل لي بيتا هوموليسيس. الموتيليتي الباسيلس انتراكس او انتراسيس نون موتايل، بينما الباسيلس سيرس اللي هي موتايل. واحنا حكينا قبل شويه انه ما تكلمنا على الباسيلس جنرال كاركترستيك، قلنا الباسيلس سبيشي الباسيلس انتراكس يعتبر من انواع اللي هي الباسيلس الوحيده اللي هي نون موتايل. كيف بدي اتعرف على الباسيلس سبيشيز؟ في عدة طرق، في عندنا الباسيولر بسموه اكسوديتس المالجنانت فاسيولا، ظهور تقرحات والافرازات من اللي هي الجلد، يعتبر وسيله من وسائل اللي هي ممكن نكشف عن وجود الباسيلس سبيشيز. بالتالي سبيسيمن ممكن تكون من اللي هو الباسيولر اكسوديتس، او ممكن تكون من السبيوتم بلغم اللي هو بيخرج من اللي هي البلمونري، واللي هو السبيوتم انبيومينيك يسموه انتراكس. لما يكون بلمونري انتراكس بناخذ سبيوتم، لما يكون تيستنال انتراكس بناخذ بستول، وكذلك ممكن نجد اللي هو الباسيلس سيرس موجوده في الغذاء اللي هو اصيب بهاي البكتيريا وطبعا سبب اللي هو فود بويزنج. الستول سبيسيمن عاده بصير له عمليه ايمالسيفيكيشن اند هيتد تو 80 degrees تو كيل نون سبور فورمينج مايكرو اورجانيزم. طبعا حكينا انه السبورز لا تقتل بالغلي ولا بالحراره، فبالتالي لما انا بدي اخذ عينه من الستول بدي اللي هو يعني اعرضها للحراره درجة حرارة 80 لقتل جميع أنواع البكتيريا اللي هي مش عاملة سبورز. وبعدين نتعرف على المورفولوجي واللي هو طبعا من خلال الكالتشرال كاركترستكس ومن خلال الجرام ستين والسبور ستين. إذا عندنا اللي هي الباسيلا سبيشيز تنمو على نيوترينت أجار بهذا الشكل، وتنمو على البلد أجار بهذا الشكل. وحكينا إنه الباسيلس في مهم في شيء مميز للباسيلس انتراسيس انها لما بتعملش هوموليسيس، بينما الباسيلس سيرس بتعمل هوموليسيس زي ما احنا ملاحظين انه عندنا الباسيلس سيرس عامله لي هوموليسيس، بينما الانتراكس تنمو بلا هوموليسيس. المورفولوجي طبعا اللي هو مايكروسكوبيكال ستيننج عن طريق الجرام ستيننج، هلاحظ وجود جرام بوزيتيف باسيلاي وبتكون موجودة على شكل chains non-motile وcapsulated inside the host، يعني بلاحظ انه في داخل الهوست هلاحظ انه في كبسول، وsporulated outside the host وتتبرعم خارج الهوست. السبورم بتكون عادة اذا وجدت داخل اللي هو الهوست بتكون central وoval وnon-plugging، يعني بتكون اللي هي بهذا الشكل لاحظين انها سنترال وطبعا موجوده في طرف
عفوا في وسط اللي هي الكولوني، وهي طبعا بهذا الشكل. فعشان اتعرف عليها بستخدم اللي هي السبور ستين، والسبور ستين هلاحظ وجود اللي هي سبورز واللي بتكون على شكل اوفيل اند سنترال، وبنستخدم اللي هو ملكات جرين ستين وسفرانين، من خلاله ممكن اكشف عن وجود السبور واللي هتبين جرين، وايل الفيجيتيف سيلز هتبين بشكل ريد زي ما انتم ملاحظين بالشكل اللي امامكم. في عندنا طبعا النوع اللي هي الثالث من نوع الباسيلس سبيشيز، واللي احنا تكلمنا عنه اللي هي عباره عن ان ايروبيك سبور فورمينج بكتيريا، واللي احنا سميناها كلوستريديوم، ولكن احنا الان حنتكلم عن الايروبيك اللي هي نون سبور فورمينج، واللي هي من اهمها الكورينوباكتيريوم الليستيريا. اذا في عندنا الايروبيك نون سبور فورمينج من اهمها الكورينوباكتيريوم والليستيريا، الان ايروبيك سبور فورمينج من اهمها الكلوستريديوم. إذا عندنا الكورينوباكتيريوم ديفتيريا والليستيريا إليسبروثريكس، وطبعا من أهم هي من أهم أنواع الباسيلس اللي هي النون سبور فورمينج، اللي هو النوعين أو النوعين الجينيس اللي هو الكورينوباكتيريوم والليستيريا، ومن أهمها الليستيريا مونوسايت جينز، وفي عندنا اللي هو جينيس اللي هو إليسبروثريكس اللي هو بسموه ريزيدوفيكيا. الكورينوباكتيريوم طبعا مهمة بالنسبة لنا لأنها بتسبب اللي هي أمراض بتصيب الإنسان، من اللي هو الجنرال كاركترستكس إنها بتكون على شكل فري ليفينج اللي هو سابروفايت إن فريش أند سولت ووتر إن سويل أند إن ذا إير، يعني بتكون موجودة بتعيش بشكل حر سابروفايت، يعني بمعنى آخر متعايشة بتعيش فيه الفريش والسولت ووتر وكذلك في السويل وفي الاير، اذا تتواجد في مناطق المياه المالحه والتربه والهواء. الممبرز اوف يوجوال فلورا اوف هيومنز اند انيمالز يعتبر من انواع البكتيريا اللي بتعيش في الانسان بشكل اللي هو غير ممرض، ولا تعتبر من اللي هي البكتيريا الممرضه، ولكن ممكن تسبب لي ديفتيرويدز، ومن أهم البكتيريا تسمى كورينوباكتيريوم ديفتيريا، واللي تعتبر من أهم أنواع الكورينوباكتيريوم اللي هي مسببة للأمراض اللي هي الديفتيريا. في other species ممكن تكون infectious immunocompromised host، الناس اللي عندهم مناعة ضعيفة طبعا تتحين الفرص وبتصير ممرضة. إيش أهم أشكال الديفتيريا؟ الديفتيريا طبعا في عندنا نوعين رئيسيين respiratory و non-respiratory. respiratory تصيب النيزل والنيزوفرينجل والتونسيلر ديفتيريا، وخاصة في young children، وطبعا ممكن تنقل عن طريق droplet spray or hand to mouth contact، يعني بمعنى آخر ممكن تنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير. و non-immunized individuals هذول الناس اللي عندهم مش مناعة أو مناعتهم ضعيفة بيكون أكثر عرضة للإصابة بهاي النوع من البكتيريا. النن ريسبيراتوري معناته بتصيبش الجهاز التنفسي، ولكن بتصيب الأعضاء الداخلية، بتكون سيستماتيك، وطبعا ممكن تصيب الجلد وتسبب اللي هو سكين أند كوتينيوس اللي هي ديفتيريا. الكورينوباكتيريوم ديفتيريا من أهم مسبباتها الكورينوباكتيريوم ديفتيريا من أهم مسببات الديفتيريا واللي حكينا اللي هي respiratory و non-respiratory. incubation period respiratory 2 to 5 days. symptoms sore throat, fever, malaise. يعني بكون عند المريض يعني احتقان في الزور وفيفر حرارة وملايج تكسير في الجسم. التوكسين عادة ينتج بشكل locally، وطبعا حكينا انه هاي البكتيريا ممكن تكون respiratory و non-respiratory، وبالتالي التوكسينز اللي تنتج في المكان اللي هي المصاب، وخاصة إذا كانت موجودة في respiratory tract هتسبب
لpharynx inflammation وtonsillitis، وطبعا التوكسين بيسبب لي tissue necrosis بدمر النسيج المصاب، وممكن ينتج لي اللي هو او ينتقل الى الاعضاء الداخليه ويسبب لي اللي systematic effects. الفورمز اذا كانت اللي هي إصابة موجودة ممكن تكون tough gray to white pseudo membrane، واللي هي ممكن تسبب suffocation، لأن في عندنا بعض الأشكال أو أشكال الدفتيريا بتكون على شكل gray وإلها يعني pseudo membrane، أو بمعنى آخر في إلها اللي هي يعني جدار أميبي، وهذا الجدار الأميبي طبعا بيكون على شكل white، واللي ممكن يسبب طفح في المكان اللي هو المصاب. كلينيدوباكتيريوم ديفتيريا بتسبب لي اللي هو الانفلاميشن في المكان الريسبيرتوري او السيستماتيك، وبتعمل لي بسيودو ممبرين بحيط فيها، وهذا بسيودو ممبرين على شكل وايت بلاد سيل زائد اللي هو الاورجانيزم نفسه. كيف انا ممكن اشخصها في المعمل؟ طبعا عن طريق الجرام ستين اجد انها جرام بوزيتيف نون سبور فورم جرودز كلب شيب وكان بي اللي هي بيدد، بتكون على شكل بسموه باليسيدز اند جيف تشاينيز لتر ارينجمنت، يعني لها شكل اشكال شويه غريبه وبتاخذ على شكل احرف زي الاحرف الصينيه، وبتنتج لي ميتاكروماتيك جرانيول او بسموه بيبس، واللي هو هاي اللي هي البيبس بسموها الارنست بوديز فود ريزيرفز، يعني عباره عن تعمل لي جرانيولز، وهذه الجرانيولز عباره عن ميتاكروماتيك، يعني تصبغ باصباغ اللي هي بسموها الميتاكروماتيك، وهذه الجرانيولز تعتبر وسيله من وسائل اللي هو تخزين الغذاء، واللي ممكن تصبغ عندما تصبغ البكتيريا، وتعتبر علامة مميزة لوجود اللي هو الكورينوباكتيريوم ديفتيريا. الكورينوباكتيريوم ديفتيريا أو كورينوباكتيريوم ديفتيريا تعتبر من أهم مسببات ديفتيريا. في أنواع أخرى من الكورينوباكتيريوم سبيشيز، في لها صفات عامة، أول شيء تعتبر جرام بوزيتيف نون سبور فورم جرودز، وبتكون أرينجد على شكل حروف L و V shape ويسموه Chinese characters، وممكن تشوف لها تكون أشكال متعددة تسمى pleomorphic أو club ends أو cruniform، وممكن تكون على شكل beaded أو irregular staining. beaded يعني عامل زي اللي هي beads أو الحبيبات، وطبعا وتصبغ بأشكال غير منتظمة. لاحظين عندنا الاشكال تبعتها، الاشكال اللي هو ال والفي شيب، شكل الفي وشكل ال، وطبعا بيرمزوا لها بحروف اللي بسموه تشاينيز كاركتر. لاحظين هذه طبعا عباره عن جرام بوزيتيف باسيلاي. كيف انا بدي اعالجها؟ طبعا انفكتد بيشنتس تريتد وذ انتي توكسين والانتي بايوتكس. الانتي توكسين ممكن أجد مضاد للتوكسين عن طريق الهورسز الحصنة أو الحصن، ممكن ننمي الميكروب في داخل الحصان ونأخذ من اللي هو السيرم تبعه اللي هي الأنتي توكسين. كذلك ممكن استخدم الأنتيبيوتكس، ولكن وجدوا أنها no effect in circulating توكسين، ولكن prevent spread of the توكسين، يعني بمعنى آخر الأنتيبيوتك غير فعالة إذا كان السموم في داخل الجسم systematic، ولكن وجدوا أنها ممكن تمنع انتشار التوكسين، ويعتبر البنسلين drug of choice. laboratory characteristics حكينا أنه ممكن أزرعها على culture media، ووجدوا أنه يعني loflers slant أو بسموه pais slant تستخدم تدمنستريت بسمو بوليمورفيزم أو الميتاكروماتيك جرانيول، يعني ممكن أنا أزرعها على وسط غذاء، وسط اللي هو غذائي يسمى لوفلرس اللي هي سلانت بوبة هي سلانت، وهذه فيها تركيبة تسمى لوفلرس، ممكن أكشف عن
اللي هي ميتاكروماتيك جرانيولز، وممكن كمان انميها على اللي هو يسموها تنسدل اجار، واللي هو حيظهر اللي هو وجود اللي هي بلاك او اتش 2 اس برودكشن، وهذا الجروث بيتم على اللي هو انسيرم تيل رايت او موديفايد سموتينسدل، واللي هي تنمو على شكل اللي هي براون او جرينش، بتكون الميديا على شكل براون او جرينش، تتحول الى بلاك هالوز اراوند ذا كولونيز. وطبعا هاي اللي هي صفه موجوده في اللي هي الوسط الغذائي اللي يحتوي على اللي هو التيل رايت، وجود اللي هو التولورينيوم ديوكسيد تتحول الى بلاك كلر. طبعا وجدوا الخاصيه هذه موجوده في اللي هو الباسيلس سبيشيز، ان عندها قدره على انتاج التولورينيوم ديوكسيد. ناظرين شكل الكولوني يظهر بشكل بلاك. اذا عندنا عمليه الايدنتيفيكيشن بتتم عن طريق الكلتشر، وكذلك ممكن اتاكد من وجود اللي هي الباسيلس سبيشيز عن طريق تنميتها في وسط سكري، انها بتقوم بعمليه اللي هو الفيرمنتيشن والجلوكوز كونسومشن، كاتاليز بوزيتيف يورياز بوزيتيف نون موتايل. حكينا انه ممكن نلميها بلاد اجار، وطبعا ممكن تنمو سمول جري ترانسلوسنس كولونيز، وفي عندنا سمول زون اوف بيتا هوموليسيس ممكن الاحظه حكينا في الباسيلس سيروس. نكتفي اليوم بهذا القدر.